لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب من جهر بها، أي البسملة. عن يزيد الفارسي قال: سمعت ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين، من المئين يعني السور اللي فيها أكثر من 100 آية، وإلى الأنفال وهي من المثاني، فجعلتمهما في السبع الطوال ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. قال عثمان: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما تنزل عليه الآيات، فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له: ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآية والآيتان، فيقول مثل ذلك. وكانت الأنفال من أول ما نزل عليه بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فمن هناك وضعتها في السبع الطوال ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم. حديث ضعيف، إلا أن في روايات مختلفة لهذا الحديث مع ضعفها. عمدتم إلى براءة، قصدتم إلى سورة براءة، وهي أشهر أسمائها سورة التوبة، أشهر أسمائها، ولها أسماء أخرى الفاضحة وغيرها. قال الحافظ فتح: وهي من المئين، من ذوات 100 آية أو أكثر يعني. قال في المجمع: أول القرآن السبع الطوال، ثم ذوات المئين أي ذوات 100 آية، ثم المثاني، ثم المفصل. يقول من السبع إلى الأنفال وهي من المثاني، أي من السبع المثاني وهي السبع الطوال. وقال بعضهم: المثاني من القرآن ما كان أقل من المئين، وده الظاهر أن المثاني أقل من المئين، وأن السبع الطوال إلى السبع السور الطويلة المتتابعة اللي هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف و براءة. لا، اللي هي يونس. قال بعضهم: يسمى جميع القرآن مثاني لاقتران آية الرحمة بآية العذاب، وأصح حاجة أنها تسمى مثاني لأنها تكرر قراءتها، لأن الله أمرنا أن نكرر قراءة القرآن. سورة سبع يونس. لا لا لا، هو هي التوبة من المئين. فقال بنقول ان تسمى الفاتحة مثاني لأنها تثنى في الصلاة أن تكرر، أو ثنيت في النزول أولاني أصح. وقال في النهاية: المثاني السور التي تقصر عن المئين وتزيد عن المفصل، كأن المئين جعلت مبادئ والتي تليها مثاني، فجعلتموها في السبع الطوال. ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. قال بيقول توجيه السؤال أن الأنفال ليست من السبع الطوال لقصرها عن المئين، لأنها 77 آية وليست غيرها لعدم الفصل بينها وبين براءة. هو صحيح هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن جواب أن الرسول لم تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة إلا إذا نزل عليه
بسم الله الرحمن الرحيم، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه إن أنزلت علي سورة أنفة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. يعني آيات القرآن كانت الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يضعها في السور. يقول بعض من يكتب، من كان يكتب له الواحد كزيد بن ثابت وغيره، وفي السورة التي يذكر فيها كذا وكذا كقصة هود وحكاية يونس، كلاهما مدنية. وأخرج أبو الشيخ عن دوق وأبو يعلى عن مجاهد وابن أبي حاتم عن سفيان وابن لهيعة كانوا يقولون: إن براءة من الأنفال، ولهذا لم تكتب البسملة بينهما مع اشتباه طرقهما، وورد بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لكل منهما باسم مستقل، وده الصحيح أن كل منها سورة مستقلة. قال القشيري: إن الصحيح أن التسمية لم تكن فيها، لأن جبريل عليه السلام لم ينزل بها فيها. وعن ابن عباس: لم تكتب البسملة في براءة لأنها أمان، وبراءة نزلت بالسيف. الكلام ده كأنه تعليل وحكمة، وليس أنها اجتهاد، ودي مسألة مقطوع بها أن الصحابة لم يكونوا يكتبون في المصحف إلا القرآن، وكونها لم تثبت فيها ليس اجتهادا، بل هذا بإجماع المسلمين أن المصاحف لا تكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فثبت أنها لم تنزل. قول عن مالك أن أولها لما سقطت معه البسملة، فقد ثبت أنها كانت تعدل البقرة لطولها، نسخت منها تلاوات، لكن هذا يحتاج إلى دليل. حتى قول مالك يحتاج إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم نزلت ثم ذهبت أو ثم نسخت. وقيل إنها ثابتة أولها في مصحف ابن مسعود، مش ثابت الكلام ده حتى في مصحف ابن مسعود، ولا يعول على ذلك. يقول: لعل المشابهة بين السورتين في قضية المقاتلة بقوله في سورة براءة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ونحوه، وفي نبذ العهد بقوله في الأنفال: فانبذ إليهم، وأولها براءة من الله ورسوله. قال ابن حجر: لأن الأنفال بينت ما وقع له صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة، وبراءة بينت ما وقع له مع منافقي أهل المدينة. والأصل أن هذا مما ظهر لي في أمر الاقتران بينهما. الاقتران اللي هو ترتيب السور ده أمر اجتهادي فعلا، ولكن أجمعت الأمة على كتابة المصاحف كذلك. إيه اللي مش اجتهادي لتوقيفي؟ التوقيف هو ترتيب الآيات جوه السورة، إن الرسول كان بيضعها كذلك، هذا إجماع أيضا. أما ترتيب المصحف فعامة السلف المتقدمين على أنه اجتهاد من الصحابة، وده مصحف ابن مسعود كان مختلفا بالتأكيد عن ذلك. ولكن أجمعت الأمة على مصحف عثمان أن الناس إذا أرادت كتابة المصاحف لابد أن تكتبها بهذا الترتيب، لا أن هذا الترتيب أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ترتيب الآيات أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ما تغيير مواضع الآيات مجمع عليه، لكن تغيير مواضع السور، لو أنا قرأت سورة وفي الركعة اللي بعدها قريت السورة غيرها قبلها أو بعدها قبلها يجوز، بل في نفس الركعة. يعني ينفع أقرأ عامة والمرسلات؟ نعم، في نفس الركعة ثابت الحديث ده. والمدثر ثم المزمل؟ نعم، إن دي النظائر التي كان بها يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يجوز ان انا اقرا سوره واقرا بعدها سوره موجوده في الترتيب قبلها. التعبد ليس بهذا الترتيب، ولكن كتابه المصحف لازم اكتبه كده حفظا للمصحف، زي ما ينفعش اغير في كتابه المصحف على قراءات تانية. التنكيس في نفس الركعه، التنكيس المحرم اللي الناس بتسميه تنكيس،
انه يغير آية موضع آية، يحط آية قبل آية بعديها، قبل آية قبلها، يعني يقرأ آية وبعدين يرجع يقرأ آية اللي قبلها. هذا الذي لا يجوز قولا واحدا. أما اللي بيسموه تنكيس وبعضهم بيكرهه، إن هو يعمل ترتيب في الركعتين أو في الركعة خلاف ترتيب المصحف، لا نهي في ذلك. السورة الواحدة هي اللي ما ينفعش. اللي يقرأ مثلا آمن الرسول في أول ركعة ويرجع يقرأ في تاني ركعة ألف لام ميم ذلك الكتاب، ده مكروه على الأقل. وبعضهم يقول لا ده تنكيس لا يجوز. ختمة التلاوة ممكن تقدر ترتيب مختلف. بيقول لم يكتب بينهم بسم الله الرحمن الرحيم لعدم العلم بأنها سورة مستقلة، لأن البسملة كانت تنزل عليه صلى الله عليه وسلم للفصل، ولم تنزل ولم أكتب، ده كلام من عثمان. وهذا لا ينافي ما ذكر عن علي من الحكمة في عدم نزول البسملة، اللي هو أن قول مجاهد. وكانت بيقول إنها نزلت، قال لأن بسم الله أمان وليس فيها أمان، نزلت بالسيف. وكانت العرب تكتب أول مراسلتها في الصلح والأمان والهدنة، فإذا نبذوا العهد ونقضوا الأيمان لم يكتبوها. العرب كانتش تكتبها أصلا، الكلام ده ضعيف جدا. العرب كانت بتقول لا ندري من الرحمن ومن الرحيم، لا ندري إلا رحمن اليمامة. يقول ده قال الطيبي ودل هذا الكلام على أنهما نزلت منزلة سورة واحدة، وكمل السبع الطوال بها. ثم قيل السبع الطوال هي البقرة وبراءة وما بينهما، يبقى طلعوا ثمانية، يا كأن براءة والأنفال كأنهما إيه؟ كأنهما سورة واحدة. قال الراوي وذكر السابعة فنسيتها، وهو يحتمل أن تكون الفاتحة، فإنها من السبع المثاني، وهي السبع المثاني، ونزلت سبعتها منزلة المئين. ويحتمل أن تكون الأنفال بانفرادها أو بانضمام ما بعدها إليها، هو الصح أن هي بانضمام الأنفال إلى براءة. وصح عن ابن جبير وجاء مثله عن ابن عباس. لا يصح من جهة المعنى، يصح ضمهم من جهة المعنى، فعدوهما كذلك. قد استدل بهذا على أن البسملة من القرآن بأنها مثبتة في أوائل السور بخط المصحف، فتكون من القرآن في الفاتحة، ولو لم يكن كذلك لما أثبتوها بخط القرآن. الحديث حسنه الترمذي وضعفه الشيخ الألباني. واحنا بنقول اصلا هي من القرآن حيثما كتبت، لكن عدها في السور هو اللي مختلف فيه كما ذكرنا. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.